بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم جوجو حمداني. انا لقيت فيتشر كده يعني شفتها دلوقتي وهي سطح التعريه. لما يكون عندنا صخور طفله او صخور سوفت شويه طريه ويرجل فيها صخر تاني بيبدا يترسب بيكون يعني هواباته اكبر بتتكون في انرجي بتكون اعلى وكده فيبدا ياكل في الصخر ده. فانا قلت اوريكم الفيتشر دي دلوقتي. فهنا لو بصينا هنلاقي خلاص الحجر الرملي مترسب فوق الصخور الطفله، طفله السوفت جدا هي بتطلع في الايد، وده هنا حبيبات الحجر الرملي هنا دي بتطلع في شكل حبيبي، وما بينهم في سطح التعريه اللي موجوده نلاقي فيها حاجات من موجوده هنا من الصخر اللي تحته. الحاجات دي هي التعريه اللي تمت على الصخر اللي موجود تحت هو صخر الطفره زي ما احنا شايفين في بدايه تكوين الحجر الرملي اللي فوق. بس هذه حاجه سريعه كده قلت اقولها يعني، وجمعه وبركه على الجميع.